ثم أفرد السفير مساحة في شهادته للحديث عن القمع الذي تعرض له الإسلاميون في تونس. ففي تلك الفترة كان الصراع مع الإسلاميين قد بلغ ذروته، والحرب التي أعلنها بن علي عليهم في التسعينيات لم تضع أوزارها، فاعتقل الآلاف منهم وقتل العشرات تحت التعذيب، سجون مكتظة وملاحقات لعائلات المعتقلين، وأجهزة قمعية تستخدم كل الوسائل في سبيل فرض هيبة النظام وحمايته. عام 90 و91، أي بعد 3 سنوات من استيلاء بن علي السلطة، فقد انتقلنا من إدارة أكثر انفتاحا وديمقراطية إلى إدارة أصبحت أكثر استبدادية. فمنذ عام 91 وحتى اندلاع ثورة عام 2011 انجرف النظام نحو مزيد من السلطوية، فكان يفرض رقابة صارمة، كما أنه حظر المعارضة المستقلة، وقد شملت في بعض الأحيان حتى جمعيات تهتم بالمرأة والبيئة والتي خضعت هي الأخرى لرقابة وتحكم شديدين. لقد مارس ما يمكن أن نطلق عليه سياسة التأطير الأمني للمجتمع، ليؤدي كل ذلك القمع إلى ثورة شعبية كان محركها الشباب التونسي في الداخل. وعلى عكس العديد من البلدان العربية، فقد دعمت النخب السياسية الثورة بسرعة، وهذا يفسر أيضا سرعة سقوط نظام بن علي. ثم تطرق دولاميس أزيار إلى تعرضه أيضاً لبعض الإجراءات التعسفية، إذ يقول في شهادته إنه بات تحت أعين النظام أيضاً، وهو أمر يصفه بأنه خارج العرف الدبلوماسي، بل إنه قد تعرض هو ومساعدوه لضغوط متزايدة من النظام لإثنائهم عن التواصل مع المعارضة والجمعيات المدنية المستقلة. وعلى إثر ذلك استدعاه وزير الخارجية الحبيب بن يحيى للحديث حول بعض التقارير التي كتبها دولاميس أزيار والمتعلقة بحقوق الإنسان في تونس. يعبر دولاميس أزيار في مذكراته عن صدمته من وصول تقرير كهذا إلى وزير الخارجية التونسي، مع أنه كان ينبغي أن يظل سرياً. وفي مارس آذار 2005 تكرر الأمر أيضاً عندما قال له وزير الخارجية إن اتصاله بالمعارضين لا يروق الرئيس.